بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نتكلم في حلقة اليوم كان في نقطة غابت عننا إن إحنا نتكلم عنها في الحلقة اللي فاتت. هي استخدام الكيورد only يا جماعة. لو أنا كنت عايز أطبق الستايلز أو أطبق الرولز ديت على السمول only بس مش أي حاجة تاني. مثلا زي إيه؟ لو انا مثلا استخدمت الكيورد اونلي هنا خليني اخد الكيورد كله كده مره واحده واكرره في الاثنين التانيين ونشوف القصه بتمشي ازاي. الكيورد اونلي ده بيبقى سبيسيفيك على الحاجه ديت، يعني انت عايز تطبق الرولز ديت على السمول اونلي يا جماعه، فاهمني؟ يعني طيب هنا ما راح يحصل اي شيء. ليه؟ لان ديت بره الرينج خالص، بره اللارج حتى، لان الشاشه بتاعتي دلوقتي اكسترا لارج. طب لو انا صغرت كده يا جماعه، وخلينا نقول احنا كده في نجيب الشاشه بره شويه، انا كده في السمول ديفايس يا جماعه. فكده الستايلز اللي متطبقه او الرولز النص اللي ظاهر هو السمول سكرين بس مش الباقي. لو انا جيت اكبر شويه اوصل للرينج بتاع الميديم، او فبيقول لي الميديم بس هي اللي ظهرت مش الباقي. طب لو انا وصلت للرينج بتاع اللارج مثلا هلاقي ان اللارج بس هي اللي ظهرت ومش الباقي. طبعا لو انا عديت اللارج اوصل للاكسترا لارج مش هلاقي اي حاجه ظهرت معايا. طيب ده بالنسبه للسيشن بتاع النقطه اللي كنا عايزين نتكلم عنها في السيشن اللي فات. اما بالنسبه لحديثنا عن سيشن النهارده يا جماعه فهو الاوبوزيت بتاع الجانب ده. يمكن نكون اتكلمنا عن الشو او تحت العنوان شو باي سكرين سايز، النهارده هنتكلم عن الاوبوزيت بتاعها اللي هي بتكون عباره عن هايد باي سكرين سايز. الكيورد يا جماعه اكزاكتلي بتكون عباره عن هايد. العكس بتاع الموضوع ده، انت عايز تخفي الكلام ده عن السمولز، فبالتالي انت بتعرض الباقي ما عدا السمول، فاهميني يا جماعه؟ انت بتعرض العكس. فهو انت مثلا في الاكسترا لارج فعرض لك السمول، طب لو جيت عند السمول هيعرض لك الكل. انت بتقول له هايد فور، بتقول له اخفي لي الستايلز ديت عن السمول، فاهميني يا جماعه؟ طيب لو وصلت انت مثلا لحاجه زي الميديم فهتلاقي ان الميديم بس هو اللي راح يختفي، فبالتالي اللارج والسمول موجودين. لو انت اتكلمت عن اللارج فهتلاقي الميديم وهكذا. القصه بتبدا عشان موبايل فيرست يا جماعه، بتبتدي من تحت لفوق مش العكس. عارف لو انت كنت عايز تبقى سبيسيفيك عشان تعرض حاجه معينه بس بعينها، ساعتها ممكن اقول لك تستخدم الكيورد اللي احنا كنا بنتكلم عليه كمان شويه اللي هو الكيورد اونلي. ساعتها انت عايز تخفي الستايلز ديت عن السمول بس، يعني انت دلوقتي في السمول، انت دلوقتي في اللارج، فانت بتعرض اي حاجه ما عدا اللارج. طب لما توصل للميديم، في الميديم هتعرض اي حاجه ما عدا الميديم، او انت عارض السمول واللارج. طيب لما بتوصل للسمول اي حاجه ما عدا السمول يعني الميديم واللارج، المساله بتبقى بالشكل ده يا جماعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.